النهارده هنبدأ البروجكت تايم مانجمنت. هناخد تايم مانجمنت ديفينيشن، يعني ايه تعريف ان انا اعمل ادارة للوقت. تايم مانجمنت بلان، ازاي اعمل بلان عشان ادير الوقت. تايم مانجمنت بروسيسز، وهناخد ديفاين الاكتيفيتيز، هعرف ايه النشاطات اللي احنا المفروض نعملها. سيكونس الاكتيفيتيز، ترتيبهم ازاي. بعد كده استيميت اكتيفيتي ريسورس، كل اكتيفيتي من دي عايزه ريسورسز قد ايه. وبعد ما بحط ريسورسز بقول استيميت الاكتيفيتي ديوريشن، فتره الاكتيفيتي دي هتبقى قد ايه. وبعدين هديفلوب السكيدجول وهكنترول السكيدجول، هعمل البيز لاين او التشيت بتاعي، التايم لاين بتاعي، وهبدا اعمل كنترولنج للسكيدجول. يعني ايه project time management؟ processes required to manage timely completion of the project، هي مجموعة من العمليات اللازمة عشان اقدر اعمل ادارة لان البروجكت يتعمل له تحقيق في فترة زمنية معينة. define the activities موجودة في planning، في sequential activities او sequence activities موجودة برضو في planning. هestimate the resource وهestimate الديوريشن وهديفلوب السكيدجول، كل الكلام دوت انا كده لسه في البلاننج عندي. وانا عمال اشتغل ببدا اعمل كنترولنج للسكيدجول. هنبدا باول بروسيسز اللي هي ديفاين الاكتيفيتيز. هنبدا نشوف ايدنتيفاينج ذا سبيسيفيك اكشن تو بي بيرفورمد تو برودوس ذا بروجكت ديليفرابلز. ببدا اقول ايه الاكشنز او ايه العمليات المفروض ننفذها عشان اوصل احقق ال deliverables بتاعة ال project. project work packages lowest level of WBS are typically decomposed into smaller component called activities that represent the work necessary to complete the work package. انا وصلت في ال scope management ان انا عملت work packages. work packages دي بحاول اعملها، هي عبارة عن أقل component بتسميها activity، بتعبرني عن الشغل اللي لازم يتعمل عشان أنفذ المشروع. activities provide a basis of estimation, estimating, scheduling, executing and monitoring and controlling the project work. الactivities اللي عندي دي هي بتديني أساس إن أنا أحط schedule أو estimation للشغل والcost والresources. طيب انا عندي عشان ديفاين الاكتيفيتي، انا عندي WBS او سكوب بيز لاين، WBS و WBS ديكشنري، وعندي السكوب، عندي شويه اورجانيزيشن بروسيس اسس وانتربرايز انفايرمنت فاكتور، هحطها في الديفاين اكتيفيتي، هتطلع لي في الاخر اكتيفيتي ليست واكتيفيتي اتريبيوتس ومايلستون ليست. الانبوت سكوب بيز لاين، السكوب بيز لاين فيها البروجكت ديليفرابلز، الكونسترينز، الاسامبشن، الانتربرايز فاكتورز، لو في عندي حاجه في الاورجانيزيشن بتاعتي زي بي ام اي اس بروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم، لو عندي انفورميشن سيستم ريجاردنج للمانجمنت ممكن اقدر استخدمها. في الاورجانيزيشن بروسيس اسيتس دايما بتقول دايما نفهمها كده، في الاورجانيزيشن بروسيس اسيتس في بوليسيز، في تمبلتس، في بروسيجرز، كل الكلام دوت او جايد لاينز ممكن تساعدني وانا بعمل التايمينج. التولز والتكنيكس عشان اعمل ديفايننج للاكتيفيتيز، ديكومبوزيشن، احنا قلنا ديكومبوزيشن ان انا ببدا افصص. سب ديفايدنج ذا ورك باكج انتو سمولر مور مانجمنت مانجبل كومبوننت كولد اكتيفيتيز، انا ببدا افصص الورك باكجز لحتت صغيره اقدر اعمل لها مانجمنت اسهل اسمها اكتيفيتيز. activities represents the effort needed to complete a work package. الاكتيفيتيز دي عباره عن المجهود او بتعبر عن المجهود اللازم أداؤه عشان في الآخر أنفذ الورك باكج. rolling wave planning a form of progressive elaboration planning whether the work to be accomplished in the near term in planned in detail and future work is planned at high level of WBS. rolling wave planning عبارة عن elaboration. elaboration يعني إيه؟ أنا ممكن حاجة دلوقتي عندي تبقى high level بس مع الوقت بتبدأ تتفصص وتبقى more detailed.
فكل شوية أنا عمالة أعدل لغاية لما يبقى عندي small piece. Templates, a standard or portion of an activity list from a previous project. ممكن أكون أستخدم جزء أو حاجة من project قديم أستخدمها as a template. The related activity attribute information in the template can also contain a useful descriptive information. ممكن أخد ال attributes information بتاعت activity قبل كده في مشروع وأبدأ أستخدمها as a template أو as a guideline ليا. Expert judgment, باخد project team members وأشوف رأيهم إيه ونبدأ نفصص الموضوع بالنسبة لي. ال output في defining activities, ال activities list. A comprehensive list including all the schedule activity required, including the activity identifier and the scope of the work description for each activity in sufficient detail. عبارة عن لستة مكثفة من كل ال activities اللي هتمر بينا ولازم أنفذها on schedule. بيبقى فيها identifier زي identity كده أو ID، وبيبقى فيها ال work المفروض أو description ال work المفروض يتنفذ بديتيلز كافية. milestone list, a significant point or event in project، عبارة عن لستة حاجات مفروض حدث مهم جدا هيحصل في البروجكت زي deliverables معين، زي meetings, events. identify whether the milestone is mandatory or optional. ممكن احط milestones بس في milestones mandatory في milestones options. في meetings مثلا مش ضرورية او مش اساسية عندي احطها as a milestones بس ممكن تتحقق او ممكن ما تتحققش. في meetings لا فيها obligatory according to the contract، لازم مثلا اقابل مع الفندور on monthly basis، فلا دي بالنسبة لي milestones mandatory. activity attributes extend the description of the activity by identifying the multi-component associated with each activity. إن أنا هنا لما عندي الactivity ببدأ أحط لها صفات زيادة وببدأ أديها more detail with description عشان اللي هيجي ينفذ الactivity ده يبقى عارف إن هو هيعمل إيه. زي الactivity ID، زي WBS ID، زي الactivity name، activity description، predecessor activities، successor activities، logical relationship، lead will lag، resource requirement، imposed date، constraint and assumption. ببدأ اديها رقمها، هي مربوطة مع انهي WBS، لان انت عارفة دي small هي تحت خالص فلازم فوقيها بيكون في WS البيرنت بتاعها ايه. اسمها description، ايه الاكتيفيتي اللي قبليها وايه الاكتيفيتي اللي بعديها، لو ممكن تتقدم او ممكن تتأخر، الريسورسز ايه المطلوبة عندي، ايه الكونسترينز، ايه المعوقات، وايه الفروض اللي انا عاملاها. identify the responsible person، geographical area and level of efforts، بحط برضو مين المسؤول، ممكن كذا ريسورسز ينفذوا الاكتيفيتي دي بس مين بالنسبة لي المسؤول عنها، مكانها فين، level المجهود اللي المفروض تتم فيه. used for schedule development، ال attributes دي مهمة جدا وانا بعمل schedule ليه، لان انا بحط التاسك فبعرفة مثلا زي ال predecessor activities انا عارفة مين اللي قبليها، فبالتالي لازم قبليها دي تخلص عشان ابدأ انفذها. ولو في lead او lag يعني ممكن تتنفذ، لو مثلا say ان انا بعمل صب خرسانة، لا لازم الخرسانة تنشف خالص عشان ابدأ مثلا اشتغل بعد كده في الحاجة اللي بعديها. لكن لو في حاجتين ممكن تشتغلوا شوية بينهم ليد، يعني ايه، انا مثلا برسم او بعمل رسومات ديزايننج، مش لازم الديزاين كله تبقى خلصت عشان ابدأ امبليمنت، لا ممكن اعمل امبليمنتيشنز للحاجات اللي خلص لها الديزاين. ففي بالنسبة لي ليد ان انا مثلا ممكن ليد اسبوع ولا حاجة، ان انا ممكن اشتغل، ممكن اتقدم عن السكيدجول اسبوع ولا حاجة بالنسبة للكونستراكشنز، مش قبل ما الديزاين كله يخلص. define the activities، انا بس بنشوف الاستراكشر عامله ازاي. work break او WBS اهو عندي work breakdown structure. في control account، بنزل على work packages، المفروض ان اوصل لغايه work packages وانا بديفاين او بكريت ال WBS. هنا بطلع activities list، بدي attributes، وهنا بعمل ال WBS dictionary ان انا بدي بفصص ال details بتاعه work breakdown structure. يبقى كده احنا خلصنا الديفاين الاكتيفيتيز.